الربيان وين تلقاه يا ابو سعد؟ والله افتريت كل مكان ذاك اليوم يوم تسوي ترى انا اخرع والله ما بقى مكان ما دورت. شوفي شلون شحلوه كله صغار وش حامي ابي هالكبر ما لقيت. بس وصيني وانا اجيب لك. عسى عمرك طويل. الله يسلمك. هذا الربيان راح انزله كذي بالشكل هذا يا جماعه لاحظوا هذا كله لعيونكم. كذي وين المفعول السحري مالي؟ شنو مفعول الملح 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 المفعول السحري راح ادز الحين ملح واكرمه اشوف انه مو مبين ابيض بابيض بس هذا يكفي ادري فيك ما يقنعك بس الحين كذي انا راح اغطيه و اقصر على الجوله الحين لا بس عفوا ام احمد بس نسيت هذا لا انساه الزعفران اي لهينا عنه راح اقطع الزعفران كذي بهالشكل في شيء من الصحن مرطب طلبتك ام احمد تشوفي كذي شندس يشم الريحه قربي عليها واو واو صدق 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 خطيره بس الحين كذي بالطريقه هذا انا بخلي الربيان يستوي أي. على نار هاديه وحتى اقدر اطفي انطر ام احمد وبعدين ادش انا اكمل معاكم أي. لا ننسى الروب بعد شوي نبيه ويا باقي الخضره هذه ان شاء الله وهذول بعد خليهم هني دش ام احمد انا بوريكم الى اي مرحله وصل الروب دائما اذا بتسوون معجنات صدقوني المعجنات اللي تبونها تصير 100% مضبوطه خليكم على هالمرحله ابدا بهالطريقه قبل هالمرحله ترى ما تضبط وممكن تنشف معاكم انا اقول لكم هالمرحله 100% ما راح غير قابله للخطا مثل ما قلت لكم اول شيء راح ننزلها ننزلها الطياش كله شيلوه وبعد راح اضيف ماي وباخذه مره ثانيه لما اي احط اكمل حق العينه راح احط الطياش هذا احط لك عليه ماي اي بس تقريبا شويه حط لي بعدين نزود ابتدي احط الزيت مع الخميره اللي هي 3 قفاش بحط الشكر بعايرها وياكم عشان بس تتاكدون لا تنسون حطينا قفشه بالخميره معناته باقي لنا قفشتين هذه قفشه وهذه القفشه الثانيه نحط شويه دائما نعادل الملح مع الشكر حطينا 3 قفاش الملح بعدين لا تحطونها الحين نحط 3 قفاش اللي عايرناهم معاكم حليب الحليب بعدين احط باقي شويه ماي ابي تقريبا نص كوب هذا النص انا قايس لك هني ومع الخميره اي نص كوب ماي وبعدين هذا نص؟ لا اي هذا نص كاب اوكي بعد خليني ازيدك مكتوب حطينا ربع ونص صاروا 3/4 ماي انا ترى اول مره اعاير الماي نبي شوي نوقف اوري شغله بس محمد تفضل يا ليت لو احد ياخذ لي اللقطه هذه وياي لاحظ الربيان معاي شلون صار شكله تقريبا يعني مو مستوي توه بادي يستوي فقلب لونه قلب احمر مع عرج الزعفران شلون هذا صار كمله صار حلو الحين راح اجيب الخلطه كلها يلا وبعدين اجيب الروب معاينا الروب هنا نزله ولا حطينا الروب خلاص نطفي لان بدينا المرحله اللي هي اللي احنا سوينا كل شيء عرفت شلون محمد؟ اي الحين باقي الخضره راح انزلها الحين ايه بس كلها هذه راح تعطي نكهاتها مع العيش مو هني اي بتحطها مع العيش لا لا صدق هذه بس حط لها خبزه يا كل الكويتيين كذي يقولون والله اكيد اللي قاعدين يشاهدونها ودهم تمنوا خبزه الحين اي الحين هذه باقي الخبزه كلها راح انا اطفي الجوله الحين لاحظوا ها طفيت الجوله
وحطيت باقي الخضره والنعناع وشبنت وباقي الخضره من الكزبره كذي، هذه كلها بدون شوله، بدون ما اشب الشوله بالحراره. اي بس الحين عندي شغله واحده لازم اسويها اللي هي نصف البرياني انه يستوي وبس. الله يعطيك العافيه. يعني الشغله سهله بس تحضيرها شويه بلا ترتيب، ولا بالشغل سهله جدا؟ وايد سهل وسريع ما شاء الله. الحين انا بحط شو اسمه، اي اخذ بس قفشه عشان اعير الطحين. خلطت السوائل مع الحليب البودر، الحين بعير، ابي 3 كواب، احط الاكواب بعدين الماي، نزود شوي شوي. خلي هذه شوي كذي عشان الكاميرا تشوفها. هني هذا اول واحد. دائما حسبوا حساب الخميره اللي فيها ماي، والماي اللي زودناه نص كوب. ايوه يصير هو محسوب علينا كسائل. اي محسوب علينا كسائل، فما نبي نزود. دائما بالخبز لا تحطون بيض، وايد ناس يحطون حسبالهم هو اللي يسنع، ما يسنع. أي. يسنع في الدونات، في السينمون، الشغلات الثانيه. لكن كخبز كبيتزا لا ما يصلح. الحين هذا الثالث. أعين وأزيد ماي وأنا عيني عليه. هذا الثالث. كذي صرنا 3 بـ3 3، من 3 أكواب إلى 3 قفاش. حلو. كل شيء 3. أي كل شيء منه 3. إلا الخميرة ثنتين. يمي. إلا الخميرة ثنتين. إلا الخميرة ثنتين. والملح. الملح قلنا 3 صغار. لا الملح انت مدتيه هيك. انت هي 3 صغار تعادل الخمطه. ايوه. بنظف بس لاني بعد شويه بعين. احنا كذي كذي ابو سعد قبل هذا انا عينت. نعم. انا الحين بسوي هذا الطبقات مالت البرياني. تفضل على ما تنعين عينتنا. هني ابي ايدك وياي محمد ان شاء الله. تفضل. ناخذ الجدر المساع اللي فتحنا في العيش. هني الصوب هالصوب. شو ايدي؟ هني؟ ايوه. تفضل. قفشه من هذا العداني الطيب اللي عندك. شغل ايدك. هذه قفشه وانا بزين لك، تستاهل. لا ابي الحين ام احمد خلي التزيين بعدين لاحقين عليه. ها شنو عندك؟ نبي شو اسمه العيش. اي يعني توازنين وياي. يلا بالعيش الحين عشان نبدا نسوي طبقات البرياني. نبدا بدهن عداني، واللي تخوف من دهن العداني يحط زبده، واللي تخوف من الزبده يحط من زيت البصل اللي تحت، واللي تخوف من زيت البصل اللي تحت لا ياكل برياني. لا ياكل اكل لانه ملازم. لا ياكل. انا قاعده ازاود وياك، بس قاعده ازاود لانه عشان ما تنشف العينه. اي انت خليك ويا هذا وكملي وياي. اي بس ماي، هم قاعده اقول لهم انه بس ماي. انا خلصت من العداني الحين. شنو حطيت تحت؟ بتحط شيء قبل؟ لا بحط العيش الحين. شويه عيش. اوكي. دقيقه بس عشان لا ينثر علي، ها؟ لان من زمان شاخلين اخاف انه ملصق. لا تشيل، لا تزلينا وايد ام احمد اخاف يطيح. كذي؟ يخاف وجهي. بس انا اواسي تحت. اي شيء استفدنا منه وخلاص نقطه، ورق غار ما ورق غار يطيح بيدنا نقطه خلاص. تبي بعد؟ اي بس خلنا ننثره هني احسن. عطني. بالشوكه بالشوكه. دائما الشوكه ما تكسر. سجلنا حار بس من زمان احنا مسوينه. اي اي. الشوكه دائما تنثر عشان ما يتكسر. تنثر بدون تكسير.
يلا محمد خلاص؟ ايه انا بنزل شويه بس كذي على اساس بسوي بس طبقتين كافي. الحين دورك ام احمد، انا عندي بيز، دورك انت ام احمد. خلاص اوريهم بي لا بيب هذه خلي انت نزلي انت صوبك على اساس ان هذه شوي حار. اوكي بس لا تنزلين دهن وايد من الدهن ماله، نحاول نشيله من فوق. كله كله ابو سعد كله ما يفلفل الا الدهن. نعم الحين راح انثر البرياني داخل، ما ادري اذا شايفين ولا لا، واي اسوي اجيب البصل المقلي هذا واقطه فوقه كذي. هذا مقطعك جدك يعطي ريحه حلوه، تفرق هذا، وانزل باقي العيش. وي وي عينتنا الحق على يلا تابعيها تابعيها. انا ليش؟ لان بالبرياني ياخذ وقته بالتسكيره مالته. راح اجيب شويه شبنت ونعناع اللي باجي شويات شويات كزبره. الحين بقص له بعد انا شويه زياده حق ويه الجدر. اي حق ويه الجدر. الحين راح اسكر عليه واتركه على نار هاديه، اقول له بامان الله تستوي ان شاء الله. تفضل يا ام احمد. لا تفضل بس نشيل اغراضنا عشان ورانا. ارتب لك انا. طبعا شوفوا وين وصلنا بالعينة، بس بوريكم شلون دبقة ولا هي وزينة بنفس الوقت ما تلزق بالإيد. إذا تشوفونها عينة تمطر بس ما تلزق بالإيد. شنو بسوي؟ باخذ حبيبة طحين وأشيلها كلها العينة، عينة الخبز لازم تصير لينة، إذا حطيتيها يابسة ما تطلع خبز. طبعا أنا أشيل اللي بديني لزق لأني شايلتها، وابتدي ألمها في شنو بالثانية، بس تلمينها تجيبين شوية زيت، لازم هذا الزيت اللي شوية هني تدهنين وتطبطبين على وجه العينة عشان ما تنشف كذي. نكون سوينا ثلاث، طبعا أنا مسوية أكثر من ثلاثة، أنا هني مسوية 5 كواب دابلته عشان حشواتي وايد، فأنتوا تدبلون. طبعا أنا عطيتكم الثلاثة وأنتوا تدبلون. أشيل هذه وأغسل إيدي ونبتدي نشتغل. طبعا هذه تسكرونها بالبلاستيك، شوفوا هذا الهواء كله مال التخمير. ممتازة والله. اشيلها. انا ساعات افكر ان اللي يسوي عينه ايده فيها شيء، يعني مو كل واحد تضبط مع العينه. اي صح. يعني انا الحين مساع موجود، يعني ام احمد جات كذي بسرعه بسرعه وطقتها تا 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 تا. والحين ما شاء الله يعني العينه كانها واحد محترف مسويها. يعني الحين انا لو بسوي عينه يمكن تجربة ثانية تضبط وياي. نجيب الأهم. إي. اللي هو اللي بنخبز عليه. أوه الفنتق. الفنتق. طبعاً متواجد، أنا ما أطلع شيء إلا متواجد بالسوق وبكثرة وبأسعار رخيصة، مو غالية يعني لا تحاتون. أعطيني. ثقيلة دير بالك. طبعاً هذه نخليها على كثر، نحطها هني. أنا بخبز لكم في آلة الخبز، بس ممكن تسوونها بالفرن عادي. بس لحظة محمد دقيقة.